عدب وهم عليام قدر مكتوب فرقت الحروب. يا جدعان ده شعر. مرحبا بكم في سالت عوم بلانت. مهلش واحد وين؟ مهلش واحد وين؟ اه عايز حلوين شويه ماشي اوكي. لازم لي ويقع ها هلا شويه حلوين اصلا. بننقب وبندور وبنراقب وبنخطط وبندبر ورا وبنفحصص رضوان نص بنمحصص ونفحصص ها. اه زميلي انا 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 اتخنقت منك معلش. انا اتخنقت منك حرفيا سوري. وترجع تيجي عليا لما جاي اقول لك معانا ايه النهارده خشاجي كل مره سوري. انت متسرع متلهوج سوري. خش بالشعر. النهارده موعدنا مع حلقه غير عاديه بالمره. هتسالوني ليه؟ هقول لكم علشان خاطر معرفش الصراحه يعني ليه ممكن تبقى غير عاديه بس هي كل حلقاتنا غير عاديه ان شاء الله وما فيهاش اي مشكله. عجبني ثقتك انت تقول كل حلقاتنا غير عاديه ان شاء الله. احنا استوينا بقى خلاص بقى استوينا وانت جات عكنن على الناس اللي جايه. زميلي انا عايز اعرفهم الابيض ده بدا يسمر يعني شاور لكم اكتر من كده. جماعه معانا ومعاكم الاخ شاجي. معانا النهارده اخ شاجي رضوان الاسمر. نقبنا ودورنا وتفحصصنا وفتشنا ودلعنا وشاشتكنا يا ريس. ده انت رئيس والنعمه كويس ده حقيقي. لقينا رضوان الاسمر عنده تراك ايوه يسمى بي ايوتين كتابي كتابي كتاب حياتي يعني. هل في زيه كتاب؟ ما شفت زيه كتاب. هل الفرح فيه كان سطرين؟ الفرح فيه سطرين. هل الباقي كان كله عذاب؟ الباقي كله عذاب. دي اغنية التتر اللي هتبقى موجودة على الحلقة بتاعتنا في اي حتة نروحها لان احنا حرفيا مستويين مستويين على الاخر. سلامات ابو البنات. طالما ابو البنات خلاص خلاص. كنت بالنسبه للموضوع التاني اللي كنت هقول لكم عليه كان موضوع مهم جدا كنت عايز اقول لكم عليه بعد اذنكم. بتنسوش سبسكرايب ولايك وشير وتفاصيل كتير احنا عارفينها وانتم عارفينها وانتم المفروض ان انتم عارفين ان انتم ما بتعملوهاش فبعد اذنكم اعملوها. يعني مش لازم كل شويه اقول لكم اعملوها عشان خلاص الموقف بقى سيء يعني فاهم. اه يعني خلاص يعني انتم عارفين انتم ما بتعملوها. جماعه دعونا ندخل في التفاصيل. ام بي سي 5 MBC 5 بريزنت ارت الصوت ده زميل دي يا زميلي اللي كانت في فيديو كليب بتاع الحر صح؟ انا منبهر بيك. هي ممثلة اصلا. اه بس يعني معلش الماتشنج بس الماتشنج ذاكرها برضو فيها لسه حاجات شغالة. شكل الموضوع قوي مني ولا منك يا ليام قولي لي يا صحري قليل ولا انت علي يا خبتي كل ما نشد الحيل انا ونوقف. اه ده جايه في الطايم الغير مناسب بالمره. ده احنا خلصانين ظهري قليل ولا انت مخبيه. ده احنا يعني خلصانين مني شايف النظرة دي بفلوس والله. كان بيخونها مني ولا منك يا ليام قولي لي يا صحري قليل ولا انت علي يا خبتي كل ما نشد الحيل انا ونوقف على رجلي جيني ضربة منك بها تهريت قسمي مني ولا منك يا ليام قولي يا صهري قليل ولا انت علي يا خبيتي كل ما نشد الحيل انا ونوقف
سابي فيك حسين. يا اخي بقى 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 يا اخي. والله العظيم ثلاثة يا رضوان حرام 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 حرام. يعني انا هقولها لك خبط لزق كده، صوتك يقعد ناس في البيت، يعني صوتك يقعد ناس في بيوتها. يونس آدم انزل 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 بالتقيل. يونس آدم يونس آدم كلمات كلمات تقيلة وصعبة. وانا طول عمري ما يعني بعشق صوت رضوان لما بيجي في الحتة الكسر يجيلي. لا انا فكرة انا فكره اصلا خلي بالك تترات المسلسلات اللي هي بتبقى بالشكل ده دي بتلبت هنا ما بتطلع اصلا، بيبقى السيناريو اللي بيطلع بيبقى مخدوم كسيناريو ان هو اصلا كمسلسل، ففي احداث اما تتحط بقى على تتمسك كده هيتحط عليها اغنيه، وكمان لما يبقى حد بصوت رضوان يقولها ولو الاغنيه حزينه وفيها كسر كده من جوه هيجيب اجلك هيجيب اجلك. عشان بس الطلعه اللي جابها من ده سابي فيك حسين ودموع من اول صفحه عذاب وهم عليا مقدر ومكتوب، فرقتي الحقوق ونسيتي حقي في الفرحه. اسمع الكمانجا ورا الكمانجا ورا بعد ما يخلص على طول بعد ما يخلص على طول، واسمع العربه اللي قالها في تاني كوبري. انا مش مركز غير مع صوته. لا 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 اسمع حرفيا لا اسمع بص بص سابي فيك حسين ودموع من اول صفحه عذاب وهم عليا مقدر ومكتوب، فرقتي الحقوق ونسيتي حقي في الفرحه. فرقتي لحقوق ونسيتي حقي في الفرحة. لا لا مش 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 ونسيتي حقي في الفرحة. ربي يعطيني معاك صبر أيوه، حلف يا دنيا ما تخلبيني مهما الأعداء بتوريني، حتى نبغي نعيا ونسلم شوفها في عين حبابي تقول، حلف يا دنيا ما تخلبيني مهما الأعداء بتوريني، حتى نبغي نعيا ونسلم شوفها في عين حبابي تقوليني. One minute يا جماعة معلش. من أجمل ضربات الناي اللي حصلت في تاريخ الناي. ما تغلبيني مهما الأعداء بتوريني، حتى نبغي نعيا ونسلم شوفها بعين حبابي تقوليني. كلها شوق والكتاب نعيش في الضيم، قولي لي يا دنيا اش من عار صرفته فيك، عدوك انا ولا بيناتنا طار قديم، شوفي في وجهي مزيان لنكون انظلت ليك. انا عايز اشوف المسلسل ده صراحة، حاسس ان المسلسل ده جامد. المسلسل ده بس محدش قال لنا عليه في المسلسل اللي انت قلتله. هو حد معبرنا يا زميلي؟ هو حد معبرنا؟ مش عارف مالكم؟ جرى لكم ايه؟ انا برضه الناس عايزه تضحك بس في بالك يعني. انا اعرف ان في 105 100 الف واحد، في 100 الف واحد راقدين عند
عند كابور وشعيب. وشعيب هي مش طالعين قاعدين هناك مستنيين للجزء الثاني. يعني قاعدين هناك مستنيين الجزء الثاني بس. يا جماعه اصحوا. لا هو انا بقى تعالوا نو يا جماعه بص ايديكم. لا احنا هنا لحد الجزء الثاني ما يجي. الناس برضو ما ملهاش في الاكتئاب خد بالك. يعني ناس تحب الفرحه وطالعه طبعا يا جماعه الفرحه بنت جميله راكبه عجله ببدله. بس انا عايز شو يا جدع عايز تقعد بقى ساكت بقى. انت خرجتني انا والشاده المشاهدين من الموت بقى بالتفاصيل زميلي. يا الله اذا ذكر المود عزف العود. انا كنت موقف عشان اقوله لك بقى الجزء اللي فات ده الكونسبت بتاع الجزء اللي فات ده الكوبليهين اللي اتقالوا كلها يا دنيا هو في ايه؟ هو في ما بيني وما بينك طار. طب ما هو لو في ما بيني وما بينك طار انا قتلك قتيل ولا حاجه. بصلي في وشي وجهيني. يمكن انت غلطان. لا يمكن انت غلطان يعني يمكن مش انا يمكن حد شبه. انت فاهم فكره ان هو جايبها يعني جايب الموضوع منين يعني. اسمع اسمع مش منعيش في الضيم قوليلي يا دنيا مش من عار صرفته فيك عدوك انا ولا بيناتنا طار قديم شوفي في وجهي مزيان لنكون مغلط ليك ريقي كل اشوف كتابي العيش في الضيم قوليلي يا دنيا مش من عار صرفته فيك عدوك انا بيناتنا طار قديم شوفي في وجهي مزيان لنكون بغلط ليك كتابي فيك حزين لنحول صفيك كتابي فيك حزين ودموع من أول صفحة عدب وهم عليا مقدر مكتوب فرقتي لحقوق يا جدعان ده شعر اللي بيتقال شعر. شفت الحته بتاعت اللي كتابي. بيتقال شعر والله انا بكلمك بجد. شفت الحته بتاعت كتابي دي تحس ان انت مش عايز تعمل حاجه فعليا اللي هو ايه عارف انت ساعه ما يجي يقولها مع 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 ضربه المزيكا في الباك جراوند وراه تحس انت عايز تعمل كده بالظبط. لا لا يا ده بوكا استنى ثواني 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 ثواني. بسم الله الرحمن الرحيم يا رب اقسم بالله اقسم بالله والله على ما اقول شهيد. بس والله على ما اقول شهيد فعلا رضوان الاسمر اقسم بالله اقسم بالله انا اعني ما اقول. ايوه قول احسن يا عم عشان ما اكونش حلفان خمس اصوات سمعتهم في حياتي. بس بس يا زميلي والله العظيم اقسم بالله والله العظيم ثلاثة مدل لسه قايلينه من الصبح اقسم بالله قلت لك والله العظيم مش شهاده مني يعني انا لا ده شخص لا زوجي لا بس انا بالنسبه لي انا والله العظيم عارف انا بسمع صوته ومستخسر ان في ملايين من السامعين ودي مأساة كبيرة الصراحة مش فاهمينها. انت مدرك انا بقول لك ايه انا بسمعه وقاعد وانا بسمعه مستخسر ان في ملايين من السامعين. انا 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 يعني نفسي لو نفسي انا دلوقتي صراحه نفسي يشتغل كتير صراحه. انا نفسي رضوان تشتغل كتير. انا اللي مضايقني انتاج انتاج رضوان بيغني تعتبر باللهجه البيضاء او اللهجه القديمه في المغرب اللي هي مفهومه بالنسبه للكل. هو بس عايز حد يديستريبيوت صح انت فاهم يعني حد يشتغل معاه يديستريبيوت صح هيوصل لكل الناس لان اللون ده اللهجه نفسها اللي بيغني بيها سهله مش صعبه فاهمني. فده ده اللي انا مستخسر والله العظيم فعلا. اسمع يا عم بيناتنا طارق دي شوفي في وجهي مزيان لنكون بغلط ليك كتابي فيك حزين وعمل أول صفحة عدب وهم عليا مقدر ومكتوب فرقتي لحقوق ونسيتي حقي في الفرحة ربي يعطيني معاك صبر ايوه حلف يا دنيا ما تسلبيني مهما الاعداء بتوريني حتى نبغي نعيا ونسلم
شوفها في عين حبابي تقويني حال في الدنيا ما تغلبيني مهما الاعداء بتوريني تاني بغينا يا ونسيني شوفها في عين حبابي تقويني. سلامات ابو البنات. انا متشوق يا اخي اشوف المسلسل ده. المسلسل ده قصه شكلها انت عارف متشوق ليه؟ حتى المشاهد اللي جت كلها اصلا كتمثيل تحس الموضوع فيه تمثيل وتمثيل حلو قوي. يعني في كم مشهد كده جم كل الاشخاص تحس انها متقمصه جدا الادوار اللي هي واضح ان المسلسل ده اب لثلاث بنات وكل بنت متجوزه فبيبدا يدخل في العلاقات اللي ما بين البنات انت فاهم يعني علاقه البنات بجوازهم وعلاقه ابوهم بخوفهم على البنات اكيد بتدور في في الجزئيه دي بس المشاهد التمثيليه مشجعه قوي ان انت عايز تعرف هو فيه ايه ماذا يحدث. كالعادة طبعا الحلقات اللي بتبقى مأساويات دي بيبقى صعب قوي نتكلم بعديها الصراحة بس كل اللي نقدر نقوله تمام. يونس ادم هو اللي عامل الكلمات والالحان مش محتاجين اصلا ان احنا نقول حاجة بس باينة قوي يعني باينة قوي. رضوان بسم الله ما شاء الله خد اللحن كده بالكلمات عارفين لما بتعملوا الكفتة جاي مكورهم كده تمام وزقلك بيهم كده فوق خد يا خد يا هو ده اللي عمله بالظبط انت وانت ما حسيتش بحاجه غير ان انت ضرب عاد بيخبط ضرب كده في الحته دي. الله ينور. سلامات سلامات عم رضوان سلامات عم يونس سلامات يا ابو البنات. عايز اسمع كده رضوان الاسمر منزل البوم الاسبوع الجاي كده مثلا بتاعه يعني حاجه حلوه جدا وحاجه راقيه على فكره راقيه. انت شفت عشان اسمع انا سمعت رضوان في ذا فويس اي لون جايبه اي لون راكب معاه ما تدورش زميلي انا بكلمك بجد والله والله انا حلفت. فهو حتى لو عمل مثلا البوم منوع فيه والله العظيم هيوصل هيوصل حرفيا هيوصل هو وصل اصلا هو اوريدي واصل بس احنا صراحه صعبان علينا ان هو مثلا ايه يعني شهرته كلها في المغرب صراحه يعني احنا نفسنا شهرته تبقى بره يعني تبقى في الوطن العربي كله لان هو يستاهل وحقه يعني حقه المشروع يستاهل وبيقدم حاجه نظيفه فعليا والله هي اللي بيقدم حاجه والله فعلا حقه المشروع والله ده يتحط كده في يترتب كده يترتب كده على المستوى الوطن العربي كله ده ليفله عالي والله. ليش تنزل هذه كانت حلقه المأساويات والشرايين المقطوعه المجروحه. انا معاكم مستر دادي الشاجي سلام.